بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. ايها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، انطلق على بركة الله الشوط الرئيسي، الشوط الاول للحقائق الابكار من مسافة 4 كيلومترات. انطلقنا في ثاني ايام هذا المهرجان، مهرجان الشهنية. في هذا اليوم، في هذه اللحظات، نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الرجال الداعمين لهذا المهرجان على تلك الذلول التي ابدعت وامتعت داخل ميادين المملكة وخارجها، فاستحقت التكريم. على بركة الله انطلقنا مع شوط السيف، السيف. متابعين الكرام، يا سلام يا سلام. في هذه اللحظات ايضا لا ننسى ان نشكر صاحب من تبرع بسيارة لأفضل توقيت زمني في هذا الصباح، حمدان بن عواد العميري، فله جزيل الشكر والتقدير على هذا الدعم الكبير. نتقدم مع أول المراكز مع وزن وصالح بن بنية الأبلوي، من يقدم لنا وزن على مقدمة الشوط. بوريان من يقود المسيرة في هذا الصباح، المركز الثاني يا بوي يا غادة غادة. وتيسير بن عوض الابلوي يقدم لنا غادة مع ثاني المراكز، كما يتواجد في التضمير ماجد بن ضويعا الاحويطي. روح يا سلام. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات، المنطلقة هنا جمايل وفرج بن حماد البلوي، ولكن من قدمت في هذه اللحظات وانطلقت متابعين الكرام، تتقدم هنا، يتقدم شعار المديني عبد الرحمن بن فهد المديني، كما يتواجد في التضمير سعد بن ابراهيم العنزي مع المركز الرابع. المركز الخامس القادمة في هذه اللحظات، تستاهل تتقدم، وعبد العزيز بن ابراهيم السدري، وايضا حاملة لترشيح محمد بن عيد القويعاني، لكن عودة بعد النداء الاول الى مقدمة الشوط، ومع شعار الاوزان الثقيلة، ومع صالح بن بنية البيوي يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا وزن الانجازات ووزن البطولات. متابعينا الكرام، ما زالت تقود هذه المسيرة، لكن ما خفية كان اعظم. متابعينا الكرام، اني ارى شعارات خطيرة تتقدم ولم تصل دائرة النداء حتى هذه اللحظات، ووزن ما زالت مع المركز الاول. المركز الثاني القادمة مخيفة وسالم بن سلامة الاحويطي، من يقدم لنا مخيفة والقادمة انضمت، تستاهل. وعبد العزيز بن ابراهيم العنزي، الله. المركز الثالث جمايل وفرج بن حماد البلوي، والقادم في هذه اللحظات تتقدم هنا اختيار وعيد بن نجم الاعتوي، يقدم لنا اختيار مع المركز الرابع. المركز الخامس انجاز قادمة، ومفتاح بن حمود البلوي يرعب هذا الشوط، شوط لا يحتمل متابعينا الكرام اي خطا او غلطة من موجه ومساير. اعود مع وزن يا بوريان، وزن. واللحظات الاخيرة هنا كيلو وربما كيلو 200 متر عن خط النهاية، وما زالت وزن. وصالح بن بنية البلوي يقدم لنا وزن، يقدم وزن مع مقدمة الشوط. هذا الشعار يعرف الاصوات الرئيسية جيدا متابعينا الكرام، ولكن بالنجم
النجم يتقدم، ولكن الكيل الأخير، الكيل الخطير، الكيل المشير، بسم الله ما شاء الله، انطلق انطلق صالح بن بلية البلوي، صالح الله الله يا صالح، انطلق في هذه اللحظات، انطلق مع وزن، مع وزن، سلام بوريان، سلام بوريان، راح السيف، السيف ما زال معها، ما زال مع وزن، ان لم يكن لحسن بن فلاح، السعيدات، العمدة قادم، والعمدة خطير، 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 ورشعت، ورشعت، وانصبت الترشيحات على يا باي، العمدة، 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 حسن بن فلاح، السعيدات العتوي معه في هذه اللحظات، ينطلق على مقدمة الشوط، يقدم أماني، أماني، وحسن بن فلاح، يا سلام، يا سلام، السيف، العمدة، معاك العمدة، احتضن السيف، العمدة، يحتضن السيف، ثانينا، والف مبروك لحسن بن فلاح، السعيدات، الله، الف الف مبروك للعمدة على هذا الفوز، المركز الثاني. وصلت في هذه اللحظات مع المركز الثاني وزن وصالح بن بلية البلوي المركز الثالث. مفلح حمود. وصلت مع المركز الثالث انجاز ومفلح بن حمود البلوي المركز الرابع. وصلت تستاهل عبد العزيز بن ابراهيم العنزي المركز الخامس. وصلت غادة وتيسير بن عوض البلوي، هكذا يفعلها العمدة. وينتزع الشوط الرئيسي والأول. متابعين الكرام، التوقيت الزمني 6:22، 54 جزءا من الثانية، تانينا، وألف مبروك.